عشت برشا تعذيب بنويع وشيخ. الحمد لله. وحملت وتقبلت وعديت. الحمد لله شكر لله. إلى أن؟ لما وصلنا لفرنسا استقبلتنا منظمة ولا مشينا المنظمة ولا عرفونا الإخوة بمنظمة هذه تعالج الناس اللي تعرضوا للتعذيب. طبيبة هي نفسانية. فلما حكينا لها شجراننا ولات تبكي معناها تبكي بكاء مر. فقالت كيفاش تحملتوا انتوما وكيفاش بديت نحكي لها على الصبر واش باش يلقينا ان شاء الله الجزاء عند الله. قالت لي مسيو ماجي غايتي غايتي. فتلفت المراه قلت لاهلي قلت لها شكون مريض نحن ولا هي ما حبش تسمع ما قبلتش اي ما قبلتش اني نحكي لها اش اعد الله لنا من جزاء دمغجة خفت لتاثر فيها يمكن تقول لك مشي شي دمغجني وراها غايتي غايتي. زوجتك عملت اضراب جوع بسبب خميس المجري وقلت لك ما نحكيش في الجانب هذا. علاش الابتسامه تخبي في الاجابه على السؤال هذا؟ انا ديما نبتسم. انا اضراب 40 يوم ما نحكيش الجانب اضراب جوع ما نحكيش ما تحبش تحكي فيه بيناتنا شي قول لي بيناتنا ما نحكيش ما نحكيش اي ولا به جانب شخصي هذا اي ولا جانب شخصي جانب شخصي جانب شخصي. زوجتك طلقتك وهي ما في بالهاش اللي هي طلقتك طلقتني اي خليوها تمضي غصبا على ورقه هذه هي هذا في اطار التعذيب صار هذا هي اجبروها على ان تمضي على الطلاق وتنحي الحجاب وورقه اخرى لا تعرف ماذا فيها امضت على 3 ورقات الورقه الثالثه لم تعرفش الى الان الى الان به تقابل في زوجتك محروم من زوجتك اليوم صغارك ولا والله هما في فرنسا وانا هنا وثم قرار وقع ضدي تو تقريبا عنده 9 سنوات باش ندخل في 10 قرار سياسي ماهوش قضائي ماهوش في تونس ولا في فرنسا في فرنسا في فرنسا وقتها هذا ليونيل مانويل فالس كان وزير داخليه في عهد فرانسوا اولاند الحكومه الاشتراكيه أراد أن يخدم نفسه باش يتقدم من وزارة الداخلية واللي رئيس حكومة وبعد يترشح للرئاسة أبعدني كما أبعد العشرات بمن فيهم الفرنسيين بتهم إرهابية شيخ لا لا لا, لا. نشر قيم تخالف قيم فرنسا ولا حاجة كما هكا معادية للسامية ولا لا 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 معناها خطاب تحريضي على النظام لا 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 خطاب معارض للقيم الفرنسية فهمت؟ واضح ومايش تهمة مايش تهمة بالكل إلى حد الآن نعاني في عندك باسبور في تونس؟ أي تونسي عندي باسبور نجم تسافر به يعني نجم تمشي لأي دولة أخرى نعم فرنسا برك اليوم ممنوع أوروبا بكلها شنغن شنغن ما تدخلش الإسبا شنغن ما تدخلوش بقرار سياسي تقول قرار سياسي عامل محامي الدليل على ذلك أن المحامي هي؟ لما خذ الملف معناه كل مرة يوعدوا القاضي يحكي معاه يقول له راهو الرجل هذا يلزم حتى حد ما يخرجوا وباش نعملوا له تعويض 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 مالي معنا باه اخر مره الاداره الفرنسويه يكلموا المحامي يقولوا له معناها ما عندنا حتى شيء مع مع اون غيان دو غوبروشي معناها اون غيان غوبروشي معناها ما عندناش نعائم مؤاخذه او سبب باش الشخص هذايا مال علاش ما طلعش ويرجع ونعطيه ونعطيه حلولي في الجنة ذراع المقابل بشرط أي؟ يخدم معنا هذا شكون طلبوا منك؟ هذه وزارة الداخلية الفرنسية هكا شيخ اي نعم طلبوا المحامي وزارة الداخلية الفرنسية طلبت منك تخدم معها نعم أو بالأحرى تخدم لصالح طبعا وأنا لا أخدم مع حد تخدم معها بصفة شنو؟ معروف أنه ننشر الإسلام نتاع الإسلام دو فرانس الإسلام الفرنسي مغاير للإسلام الإسلام الذي أنزل على محمد هذه أنا خميس المجري إن شاء الله يحشر ويكتب مع الناس الذين ينشرون إسلام الذي نزل على محمد صلى يعني اليوم أنت محروم من لقاء عائلتك يجوني مرة في العام مرة في العام ويطولوش ويبقاو شوية ومرة يجي ومرة لا باعتبار أن البطاقات الغالية خاصة بعد الكورونا هذه والحمد لله 10 سنوات تقريبا تو تعيش وحدك؟ وعندي بنتي تزوجت في غيابي وعندي بنتي الكبرى أنجبت في غيابي
وبناتي نجحوا الحمد لله، تخرجوا في السربون اثنين منهم، أنا مانيش حاضر، نعيش وحدي كي نصبح الصباح وأصبح يعني حيا أحمد الله على نهار جديد وروح جديد. أنا لا قدر الله تموت أنت وحدك في الدار، تخاف لتموت وحدك في الدار شي؟ ما نخافش أنا، إذا كان كتبت. أما الوحدة المشكلة، الوحدة تبقى وحدك مشكلة.